السلام عليكم. اليوم غادي نقيه معكم طاجين لحم بقرها حمى نقطة بحال بحال. غادي نحتاجو طاجين، كنديرو حديدة هي لولا، وكندير الطاجين من بعد الزيت، ودابا غنضيفو اللحم. ودابا من اللحم غادي نخليوها تشحر من كل شيء، بقا نقلبها من بعد اللي خلناها. طبعا غادي نغطيو دابا الطاجين. ودابا درنا الزنجبير نصف معلقة، ودرنا الزعفران، ودرنا الزهر وكمون، وغادي نديرو الملحة، ودرنا خلصنا المقادير. ودابا غادي نضيفو شوية من طوال ديال الجمل. ودابا غادي نضيفو البصلة، وكنا دابا كرا الحمرا كتحطيها طريقة لي يعجبك، وتتقطيها لي يعجبك. ودابا غادي نضيف جلبانة، وضفنا جلبانة وقزبر ومعدنوس. دابا غادي نعلي شوية المعلقة ديال الزيت ديكل من فوق. دابا ضروري دير من بعد لا غادي تشدو الطاجين ديرو معلقة صغيرة. دابا نخليو كل يطيب على حقه وطريقو. كنعودو بعد قليل وصلو على النار. بالنسبة لهاد الوصفة أو هاد الأكلة، غادي نحتاجو كاطولة أو برمة لي بغيتي، أو كوكوت كندير فيها الماء، خليط سباكيتي قسمتها على جوج، خويتها دابا في الماء، ودرت واحد النوع آخر من المكرونة شكل لي بغيتي. هاد النوع التاني لي ضفت من بعد ديك المكرونة الطويلة. غادي نضيف ليه دابا شوية ديال الملحة، وضفت قطرات من ديك العود. ودابا غادي نخليه يطيب على خاطرو. المقلة ولا كاطولة ولا كاملة لي عندك كتخليها تخن، وكتضيفي ليه الزيت. وضفنا دابا البطنة، النوع ديال البطنة لي عندك توا هادي خضرا ولا حمرا ولا بيضاء، كتبقى اختيار وكتبقى كتحركي تاني تحمر. وكنحطلو على اللون الذهبي. هنا ضفت نفس الزيت لي قليت البصلة، وزدت عليه شوية ديال الزبدة، وغادي ندير عليه السمنة أو السكر لي عندك. دابا ضفت السكر، غادي نحركو. دابا كنحركو بملعقة خشبية حتى تذوب لينا الثقة، ونضيفو الصلصة البسيطة. دابا ضفت طنطا ديال المطيشة، ودابا ضفنا اللي حمرناها خاصها تكون بودرة، إما طحنيها ولا تبشريها ها بنيتك. دابا أنايا درتها في الآلة، غادي نطحنها وغادي نرجع ليكم. راه درنا الملحة البزار كمون، ودرنا طروة ديال الجبن، كتبقى إختيار، ممكن تضيفو أي عطرية. وضفت ديك البطنة لي قلينا لونات نون تاعي، ومن بعد حولناها البودرة. ضفتها دابا مع طنطا ديال المطيشة، وضفت طنطا المطيشة ديال العلبة، معلقة صغيرة أو جوج معالق على حسب الذوق، وكنبقى نحرك.
نبغي ني طبط لينا مكرونه باكيتي في شي انواع، خلينا مي قطره مزيان من الماء، وتبعتي نخوي ليه طنطا ديال الطماطم. وهذه هي النتيجه ديال الاكله ديالنا الباكيتي. ممكن تضيفي اي نوع ديال الحمه او بونبو ديال التوتين، كتبقى اختيار النكفتة او الندن، المهم اي نوع ديال اللحم. نخلو على النبي، ترجمة